مرام حاج من جونية ومقابلة مع المطربة الكبيرة ماجدة الرومي. أهلا وسهلا فيكي بالتلفزيون العربي الأمريكي. أهلا فيكي. ماجدة الرومي معروفة وكل العالم بتعرفها، يا ترى قديه عمر مشوارها الفني لحد هلأ؟ أنا ابتديت سنة 1974، وإذا شوي بتلاحظي بتلاقي إنه عمري الفني هو بالضبط تقريبا قد عمر الحرب اللبنانية اللي هي 14 سنة تقريبا. تقريبا ماجدة رومي، من عادة الفنان لما يباشر احترافه انه يكون عنده خلفية ثقافية او فنية معينة، يا ترى شو ماضي ماجدة رومي في بالفن؟ اكيد بتكوني بتعرفي انه انا بنت الفنان حليم الرومي، يعني انا ربيت بجو فني متكامل. اكيد هيدا شيء اثر كتير بطفولتي وحضرني للاحتراف. أنا لما اشتركت باستوديو الفن كنت تلميذة بعدني بالمدرسة، هيدا الشيء ما أخرني إني كفي دراستي، كفيت تعلمي وبعدين دخلت على الجامعة عملت أدب عربي. هيدا من ناحية. من ناحية تانية لما بديت الاحتراف مزبوط، يعني تقريبا من بعد 76، لأنه أول سنين الحرب كتير كانت قاسية على الكل، ومن ضمنهم نحنا وأهلي، يعني قضيناها هرب من مطرح لمطرح. بقى أول ما بديت تقريبا الاحتراف بديت أتعلم على إيدين أساتذة كبار، أخذت عنهم طريقتهم بالإيداء وأخذت عنهم طريقتهم بالتعبير، يعني بكون عندي خلفية ثقافية لإيماني بأنه الفنان يلي بده يحمل وطنه بصوته مفروض أنه يكون على مستوى معين من الثقافة. تاني شيء الفن بالنسبة لإلي ما كان تسلية، كان أكثر من هيك بكتير، كان رسالة، ومشان هيك درست على إيدين أساتذة كبار. وبكفي والدك أكيد، يعني أكيد طبعا، يعني كان إلي الحظ بالحياة إني أكون بنت فنان كبير، أخذت عنه طريقته بالتفكير بالفن، وعيت على أصوات عظيمة موجودة بالبيت، أصوات اسمعها دايما مثل صوت ست أم كلثوم، صوت ست فيروز، مثل صوت عبد الوهاب. هاي أصوات ربينا نسمعها وصارت جزء من حياتنا اليومية ببيت أهلي. وتأثرتي فيها كتير ماجدة، ولا أهلك كانوا يسمعوكي أو يقولوا لك اسمعيها؟ لا، ما كانوا يتقصدوا يسمعونا، كان هالشي الفن هيدا من هالنوع، يعني كان موجود ببيتنا بشكل كتير عفوي، أنا أخذته بدون ما أشعر. يعني ما مرقت أحلامي وطموحاتي الفنية إلا من خلال تعودي على هالأصوات. هل بتعتبر أنك عم بتكملي رسالة حليم الرومي الفنان الكبير؟ طبعا أكيد، يعني شيء طبيعي أني كمل رسالته، خاصة وأنه أنا بعتبره كتير راح بكير، وأنه ترك على كتفي مسؤولية كتير كتير كبيرة. أول شيء أني أقدر أكون أهل بأني أحمل هالاسم، أكون بالمستوى المطلوب، وتاني شيء حقق أحلامه اللي ما اكتملت بحياته بسبب المرض وبسبب رحيله كتير بكير. شو كان يطلب الفنان الكبير حليم الرومي أكتر شيء من بنته بمجال الفن؟ كان يطلب أني أبحث عن القوة بذاتي، ما ضيع وقتي أبداً أطلع فلان شو عمل وفلان شو عمل، أني أوقف بالصف ورا حدا. كان يقول لي حاولي تكوني نفسك وفتشي عن قوتك بداخل شخصك، وهيدا بالضبط الشيء اللي عم حاول أعمله. ومن أول الطريق لليوم ما كان عندي هدف أبداً، لا أني أكون مثل حدا ولا أني أوقف ورا حدا، دورت عن قوتي بشخصي وفتشت على المطارح يلي صوتي حقيقة بريد اني يوديني عليها. ماجدة الرومي بتملكي وجود مسرحي عظيم، ولما العالم بتشوفك على المسرح بتطلع فيك وبتقول شو هالشخصية وشو هالصوت، وبنفس الوقت مثل ما ملاحظة انه عندك هالتواضع. طيب يا ترى كيف بتفسر ماجدة الرومي هالوجهين اللي عندها اياهم، او ما بتعتبريهم وجهين؟ لا، يعني اذا شوي بحكيك عن حالي وعن طريقه تفكيري اكيد بتصيري تعرفي ليش انا هيك. بكل بساطه بقلك لانه بعتبر انه اللي فيي مش مني، انا
وعيت على هالدنيا لقيت انه عندي صوت حلو. طب انا شو فضلي على حالي بهالشي؟ بعدين بدي اقول لك شغله، انه اللي حقيقه بريد انه يكون حدا مهم بالحياه او حدا جيد وكبير، كل ما بلش يتعمق بهالمهنه كل ما لقى انه في كتير اشياء يعملها، وكل ما حس انه عن الاهداف الساميه والكامله قديش هو بعيد. مشان هيك انا بالنسبه لإلي الغرور بهالمهنه دليل سطحيه بالتفكير. انا طريقي غير هيك بالمره. قديه كان عمرك ماجده لما بلشتي الغناء؟ 16 سنه. ومين اكتشفك؟ اكيد والدك. يعني هاي قصه طويله بتعرفي. اكيد انا وعيت بالبيت بغني، يعني اهلي معودي، انا وعيت بغني لاهلي للجيران بالمدرسه. بس قصه احترافي للفن، انه كيف نزلت على استوديو الفن، شغله قصه كتير طريفه. يعني انه انا اهلي بهيداك الوقت، الوالد يعني كان كتير معارض اني انا انزل على استوديو الفن، لانه بتعرفي كنت تلميذه بعدني بالمدرسه، وكان يفكر انه هالشي رح ياخرني عن دراستي. بس اللي صار انه اهلي والجيران والاصحاب رادوا هيك بس يشوفوني بالتلفزيون، وبالاخير تقنعوا وقالوا لي طب ما هي كلها مره يعني بتنزل على التلفزيون بنشوفها بترجع على البيت. بس اللي صار حقيقه انه بهالليله تشقلبت كل حياتي، ونمت حدا وقمت حدا تاني. وهذا الشيء عم نشوفه كمان. يا ترى ماجده، مين بيشجعك اكثر شيء بمجال الفن هلا حاليا؟ كل اللي حولي جزء من صوتي، وكل اللي حولي اكيد ساهموا ببناء فنانه اسمها ماجده الرومي. شو السلبيات اللي تركتها الحرب بلبنان على اعمالك، وهل اثرت الحرب بالنوعيه ان كان بالغنى ولا بالحفلات؟ اكيد اثرت الحرب، ما في شك انه الحرب اثرت، لانه مثل ما هي تركت بصمتها على كل شيء بلبنان، اكيد تركت بصمتها على الفن. تعرفي تدنى مستوى العمل الفني، لانه ما عنده مطرح يفتح فيه، ما عنده جو مناسب. بتعرف الفن بده مينيموم جو مناسب، ان كان بالنسبه لنفسيه الناس هي اول شيء، وبعدين بالنسبه للانفتاح على العالم، على الدنيا، على لتنفيذ الانتاج المهم. من بدايه الحرب صار في صعوبات كثيره بالنسبه للانتاج الفني اللي على مستوى، هي شغله معروفه وشغله منلاقيها عاده بالحروب يعني. وأثناء الحرب ظهرت ظاهرة، يعني بلشت تبين عنا شغلة ما كانت موجودة من قبل بهالشكل، هيدا ظاهرة الغناء بالمطاعم، وهيدا الشيء زاد المستوى الفني انحطاط، لأنه بتعرفي نوع اللحن والكلمة اللي بيسوى تسمعيها بمطعم هي غير الكلمة واللحن اللي بيسوى تسمعيها بمسرح. واللي صار إنه تسربت هالكلمة واللحن، ما ضلت محدودة ضمن المطعم، خرجت من هالمطارح لا حتى تصيب الأشياء التانية. بالحرب كان في عندي واجب تجاه نفسي، تجاه أحلامي وطموحاتي، إني أختار يا إما أقعد بالبيت يا إما أمشي حسب تيار الحرب. وبالفعل إذا بتلاحظي أو بترجعي لتاريخي الفني، من وقت ما بديت الحرب بتلاقي إنه أنا أكثر فنانة قعدت بالبيت، لا إني كنت مش مقتنعة بالشي اللي عم تفرضه الحرب علينا، وقلت أكيد إنه أشرف بالنسبة لإلي إني أقعد بالبيت ما أقول شي بالمرة على إني أقول شي أنا مش مقتنعة فيه. بس يمكن لأني مؤمنة كتير بالحياة، يمكن ما بعرف، لأنه ربنا بعتني أصلاً لغني. بينفتح لي المجال من خلال مهرجانات جرش سنة 1986 إني مثل لبنان بهالمهرجان، ومن هنيك هالطاقة الصغيرة فتحت لي بواب على العالم العربي. وكنت سعيدة أول شيء إني قعدت بالبيت هالقد ونطرت هالفرصة، وتاني شيء إنه ربنا ما خيب لي أملي. أكيد. هالمهرجان جرش كان الوحيد اللي خرجتي منه من لبنان، ولا كان في أي مشروع تاني؟ لا، يعني أنا بحكيكي عن هالمهرجان هيدا بالذات لأنه أثر كتير بحياتي، يعني أثر كتير بانطلاقتي بالوقت يلي مثلا كنت مفكرة إنه هالقعدة بالبيت ممكن تستمر لسنين، أو ممكن ما غني بالمرة، مثل ما أني بالسينما مثلا عملت فيلم ووقفت لأنه
الأشياء اللي انعرضت علي من بعد هالفيلم كانت أقل منه مستوى، كان برأيي إنه ما بجوز أقدم الأقل، كان ممكن أقعد بالبيت وما أعمل شيء أبداً. مشان هيك هالمهرجان بالذات ما كان الوحيد بس كان الأهم، يعني كان الباب يلي انفتح لي للعالم العربي، ومن هونيك بلشت حقق الشيء يلي كان يحققوه فنانيننا الكبار أيام بعلبك. يعني نحن جينا بفترة الحرب ما عنا بعلبك لتثبت تجربتنا الغنائية، ما عنا مطرح نقول الشيء اللي بدنا نقوله، عنا صعوبات بكل مستويات تنفيذ العمل الفني إن كان تقنيا ولا فنيا. صدقيني يعني نحن ذنبنا إنه جينا بالحرب، يعني حقيقة هيدا أنا بحزنني كتير إني يكون جيت بهالفترة هيدي، بس بيسعدني إني يكون انتصرت على الحرب بإنه ما تملي علي إرادتها وبإني أعمل العمل اللي بدي إياه بالوقت اللي بدي إياه. ومن هنيكي بخلال الحرب كنتي مطربة يعني وبتنعدي من الطرب الأصيل؟ كنت مطربة ساكتة. ماجدة ابتدأتي عملتي فيلم واحد عودة الابن الضال ومثل ما ذكرتي، ويا ترى هل لو جاكي عرض بفيلم عظيم هل بترجع ماجدة الرومي للتمثيل؟ أنا اللي برجع، لأنه بتعرفي حتى لو أني كنت اشتغلت مسرح هالقد بس حلمي الأول هو السينما، بحس حالي أني بقدر أعبر كتير من خلال السينما، بس لسوء الحظ بتعرفي الوقت وقت أفلام من أي نوعية استهلاكية، وأنا هالنوع من الأفلام ما بيغريني أبدا. يعني هل فكرتي بالمسرح؟ مسرحيات غنائية أكيد، الشيء اللي أخرني لحديت هلأ أني أقدم عمل مسرحي هو برأيي أنه كان كله بدور بفلك المسرح الرحباني العظيم، وما بجوز نجي نعطي أقل من هالمسرح قيمة. برأيي هالمسرح اكتمل وقال اللي بده يقوله وتقدم بأفضل شكل وأعظم شكل، وما بجوز أنه نجي نزيد عليه، المفروض أنه نكمل، وأنا بانتظار عمل لقيه أنه تكملي مش عمل بدور بفلك الأعمال السابقة. مين المطرب والمطربين اللي بتعتبرون ماجدة الرومي من أفضل المطربين عندها؟ هلأ إذا كنت عم تحكي عن العتاق أكيد في كتير ناس بحترمهم وبحبهم، ست فيروز بالنسبة لإلنا رمز كتير مهم وجزء من حياتنا وجزء من طفولتنا، يعني عبد الوهاب، أم كلثوم، أسمهان، صوت عظيم عظيم جدا، في كتير أصوات. يعني هذا من الجيل الماضي، إذا كنت عم تحكيني عن جيل الشباب بلبنان بس عنا أصوات يمكن بتغطي 60 سنة الجايين، بس لسوء الحظ إنه هالمواهب هيدي بحاجة لكتير رعاية، بحاجة لحضن. نفس الأشياء اللي أنا اللي حدثت معي بأول انطلاقتي وخلال سنين الحرب هي عم بتصيب غيري، وأنا حقيقة هون قديش بقدر أفهم إحساسهم وشعورهم، وقديش بقدر سامح زملائي يلي توجهوا للمطاعم، لأنه بالنهاية هالشباب بحاجة إنه يعبروا عن حالهم بشكل من الأشكال. يعني توجههم على المطعم يمكن ما كان يعني شيء هن بإيدهم قد ما كان شغلة مفروضة عليهم من قبل الحرب. في كتير زملاء جيدين، في ناس بحاجة لإنقاذ موجودين بالمطاعم وهن حقيقة مواهب جيدة جدا ومعروفين، يعني مش ضروري أحكي عنهم. من الأصوات اللي موجودة بالعالم العربي من أصوات الشباب، كتير كتير بحب صوت ميادة الحناوي وبعتبرها قيمة فنية بحد ذاتها. في صوت استاذ ملحم بركات، صوت عظيم جدا وصوت فريد. ماجدة شو هي أعمالك الفنية هلأ حالي اللي عم بتقرريها؟ تعرفي أنا هلأ بعدني شي وصلت من جولة عربية، كنت بجرش السنة وكانت عودتي حقيقة لليالي سعيدة حققتها بالأردن، كنت كمان بالعراق وبالعراق قدرت أعمل ليلتين كتير كانوا منيح وأنا كمان مبسوطة فيهم، ورجعت على سوريا كان عندي حفلة بالشام، وختمنا هالجولة العربية بحفلة بحلب بعتبرها من أهم الحفلات اللي عملتها خلال السنين الأخيرة.
أكيد بهالصوت يعني لازم يكون نجاح كتير كبير. هيك لك ذوق يعني، بس بتعرفي بالنسبة لهيدا هلأ عملته، بالنسبة للمشاريع اللي هلأ رح تصير في كتير أشياء معروضة علي، من ضمنها سفرة على أمريكا. ما بعرف إذا هالمشروع رح يتم، بس إذا تم بيسعدني أني ألتقي بالكل في أمريكا. أكيد كل الجالية هونيك ناطرتك. وأنا كمان سعيدة لأني أشوفهم وغني لهم. ماجي، هل تعتبري أنه علاقتك بالجمهور كتير قريبة؟ إيه، أنا بريد أنها تكون هيك. بحب أني ما يكون في حواجز بيني وبين الناس، أنا إلهم ومنهم، وهي طبيعتي أصلاً، طبيعتي بحياتي. أني أنا ما بحب كتير يعني حس حالي أنه مش بمطرحي. لما بحس أني مش بمطرحي كتير بتضايق وكتير بتشنج، وبيزعجني جدا ان يكون موجودة بمطرح ما حس فيه انه انا على الرحب والسعة. مشان هيك لما بكون بالمسرح بحاول قدر الامكان انه حس وحسس الناس اني انا منهم، وبحب كتير انه حس انه هني جزء مني. هل يا ترى في اي شيء بتحب توجهه ماجد الرومي للجالية العربية بكاليفورنيا عن الفن بلبنان وعن لبنان بحد ذاته؟ ما بعرف، اكيد بكونوا متشوقين انهم يرجعوا على لبنان. نتأمل انه نشوفهم بلبنان، بتأمل انه ترجع ايام بعلبك لنرجع نسهر سوا، لنرجع نفرح سوا. هني بشوق ونحن بشوق، اذا كنت عم تحكي عن الفن. ومن هلا لحتى ربنا يبعث لنا السلام المطلوب، بتأمل انه نلتقي بامريكا وتكون سهرات. هل في كلمة بتحب توجهها ماجد الرومي للجيل العربي بكاليفورنيا لتطمنهم عن الفن بلبنان وعن لبنان بحد ذاته؟ اكيد هني متشوقين انه يرجعوا على لبنان، ونحن متشوقين انه نلتقي ببعلبك. بس من هلا لوقتها لربنا يبعث السلام، بتأمل إنه نلتقي بأمريكا ونغني لبنان الخير والحب والسلام، لأنه نحن كشعب ما عنا قضية حرب. شكرا لك ماجد الرومي، وشكرا. أهلا وسهلا نادية جمال بالتلفزيون العربي الأمريكي. أهلا. أهلا وسهلا بالست نادية جمال، تلفزيون العربي الأمريكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. ست نادية جمال فنانة وراقصة كبيرة، فينا نعرف لمحة موجزة عن تاريخ حياتك الفنية؟ يعني الحقيقة إذا بدي أحكي عن حياتي الفنية بدنا ناخد كذا أيام وكذا سنين، بس يعني هيك بالتفاصيل. بلشت كان عمري 6 سنين، أول مثل ما بيقولوا أول كونترا بروفيسيونيل كان بمسرح بديع مصابني بمصر. كان عمري 6 سنين، كانت أول مرة عم بقبض مصاري. طبعا كانت الوالدة هي الماما، كانت فنانة وكانت ترافقني دايما، وعملت 11 سنة بالي كلاسيك، وكمان تعلمت التمثيل، تعلمت الموسيقى، حتى قدرت وصلت يعني انه اعطي، لانه ما بكفي انه يكون واحد عنده موهبة، بس كمان لازم يتعلم ويدرس حتى ينجح بحياته. طبعا بعدين اما صار عمري 12 سنة انشهرت باسم نادية جمال هون بلبنان، وعملت أفلام كتير. وأنجح شيء عملته طبعا غير أنه قدمت لبنان بالعالم كله، بس كمان مهرجانات بعلبك، وآخر مرة كمان فيينا بالأوبرا تبع فيينا. ونادية جمال برمت العالم كله بقى، ما بعرف كيف بدي فسر لك. من خلال حديثك مدام نادي عرفنا أنه عندك ثقافة فنية انطلقتي من خلالها. طبعا هيدا شيء خليك جعلك
انك نقدر نقول راقصة الشرق الاولى بالنسبة نحن لبنانيين. بنعتبر السيدة نادية جمال الراقصة الكبرى يعني بالشرق. السيدة نادية، شو بتنصحي هالجيل الطالع الجديد يعني اللي حابب يقدم هالفن هيدا؟ يعني بصراحة أما بلشت أنا بالفن كان اللي قبل مني فنانات كبار مثل تحية كاريوكا، سامية جمال، نعيمة عاكف، يعني كانوا يقدروا هالفن، وأنا مدرستي كانت من قبل هالفنانات الكبار عطوني درس، وخصوصا الله يرحمها الفنانة بديعة مصبني. قالوا لي إنه بالنسبة لها خصوصا الرأس الشرقي اللي كان آخد كيف بدي أقول، إنه بالنسبة لأوروبا ولأمريكا كانوا يسموه رقصة البطن، يعني the belly dance، وهو منه رقصة البطن، لأنه إحنا بنعبر بإحساسنا بشعورنا. الرقص الشرقي هو تراث، هو الفن بذاته، يعني أول ما اخترعوا شيء اسمه رقص هو كان الرقص التعبيري اللي هو الرقص الشرقي. طبعا وقت الحوادث مثلا الحرب العالمية أخذ غير كسرة، يعني على أساس أنه الرقص الشرقي صار رقصة البطن وهيك. أنا شخصيا تعبت كتير توصلت، لأنه أهلي قالوا لي إذا بدك تكفي بهالرسالة اللي هي رسالة الرقص الشرقي بالنسبة إلي، بدك تدرسي، بدك تتعلمي حتى توصلي يوم الأيام يحترموكي. والحمد لله أنه أخذت النصيحة وتعلمت ووصلت لمرحلة الحمد لله، يعني أظن أي فنانة تتمنى توصل بهالمستوى. وهلأ الصعب هو أنه تضلي لهالمستوى، لأنه واحد بيوصل بس أنه يضل، هذا أصعب شيء، أنه ما يفشل وينزل. بقى طبعا أنا بالنسبة إلي وقت اللي صار فيه الحوادث بلبنان قررت أنه أعمل مدرسة، يعني مش مدرسة تستفيد منها، لا، أنه تتصير رسالة، أنه شفت أنه هالرأس الشرقي بالعالم كله بيحبوه وبيحترموه من بعد ما سافرت وشفت يعني قديش قدروا هالرأس. حبيت أنه فهمهم أنه الرأس الشرقي هو تراث، يعني ورسالة أنه لازم نكفيها. بقى طبعا أنا بشجع أي إنسان عنده موهبة أنه يتعلم يدرس، إن كان الرقص، إن كان الموسيقى، إن كان التمثيل، لأنه بيأثر كتير كمان للتعبير، تعبير الوجه، لأنه ما بيكفي أنه واحد يرقص بجسمه، بس كمان في التعبير اللي بيأثر، لأنه هذا إحساس جواني بدك توصلي لها الجمهور. وأظني هو أغنى 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 رقص بالعالم هو الرقص الشرقي. مدام نادية، حضرتك قلتي عملتي مدرسة بلبنان، وسمعنا أنه عندك مدرسة بأمريكا. ممكن نعرف المدرسة بأمريكا بأي ولاية، وتخبرينا شوي كمان عن مدرسة لبنان، والأمريكان بيحبوا الرقص الشرقي؟ هو بصراحة قبل الحوادث، أما طبعا كنت سافر ومثل لبنان ببلاد العالم، وكنت طبعا دايما ببيروت اشتغل، يعني ما كنتش وقف، اشتغل يمكن 12 شهر بالسنة، ما كنتش وقف أبدا، ومهرجانات بعلبك وهيك. كانوا يجوا الأجانب من برا، الأمريكان والفرنسوية وهدول من أوروبا، يجوا يتفرجوا على مثلا نادية جمال مين هي، لأنه كانوا يسمعوا عنها بس ما يعرفوا، يجوا يشوفوا أنه نادية جمال فنانة الحقيقة رأس شرقي، منه رأسة البطن، رأسة التعبيري. ويروحوا على بعلبك يشوفوا هالمهرجانات الكبيرة اللي كنا نعملها يندوخوا. طبعا بالأسف أما صار في الحوادث بلبنان، ضليت أنا أكثر من 6 سنين ما أعرف أشتغل يعني بغير بلدان، ما أعرف، لأنه الجمهور اللبناني
كان أصعب جمهور يعني أما كنت بدي أعمل شيء أعمله بلبنان بعدين وزعه برا، لأنه إذا نجح بلبنان معناتها نجح بالعالم كله. أولا الشعب اللبناني مزوق ومتعلم ومثقف، بقى هذا اللي كان يشجعني دايما أنه أعمل شيء جديد هون بلبنان. طبعا بالأسف أما صار في الحوادث ما أقدر أعطي أنا شيء بلبنان، بلشت سافر، برمت العالم كله ووصلت على أمريكا. بقى هونيك الأمريكان اللي كانوا سمعين عن نادية جمال وشافوني شجعوني إنه ليش ما بتعطينا من علمك، يعني الشيء اللي أنت متعلمة عطينا منه، لأنه إحنا بنحب الرقص الشرقي. وبالصراحة بلشت أول سنة مدرسة صغيرة بنيويورك، كانت ساعة 200 تلميذة، انبسطوا كتير ولقيت إنه عندهم موهبة وعندهم يعني حابين يتعلموا شيء له تراث، لأنه هم ما عندهم تراث، حابين إنه يشوفوا الرأس الشرقي له تراث، ليش ما بيعلمونا إياه؟ تاني سنة صاروا 400 تلميذة. لآخر مدة ما كنت مجبورة أخذ مسرح، خصوصا بأمريكا بتعرفي فيها هدول المسارح للهواة اللي بيساع مثلا 4000 شخص. صرت يجوني من كل الدول الموجودة حواليها، مثلا يجوا لعندي أعمل وركشوب اللي هو معروف بأمريكا، الوركشوب من الساعة 10 الصبح للساعة 4 بعد الظهر. بلشت أعمل وركشوب وبلشت أنقل مثلا من نيويورك للوس أنجلوس لسان فرانسيسكو، يعني عملت كنت أعمل مثلا ما بيقولوا شو إلي، وبنفس الوقت من بعد الشو 3-4 أيام أعطي هالوركشوب. والحقيقة لقيت إنه الأمريكان عندهم تكنيك، بيحفظوا على طول، بيأدوا مظبوط الشيء اللي بتعطيه، بيأدوا يعني بيعملوه، بس الشيء اللي لقيته ناقص عندهم وهم حاسين بهالشيء الإحساس. صاروا يسألوني طيب أنت عم ترقصي بس غير طريقتنا، يعني احنا عم نتعلم كل شيء بس في شيء ناقص. عم بقول لهم هذا الإحساس اللي أنتوا لا يمكن تحسوا فيه، لأنه احنا يعني مولودين ببلد عربية، يعني باللبنان أو مصر أو كذا، يعني بنحس بهالشيء. طيب الشيء كانوا يسألون طيب كيف فينا نتعلم هالشيء؟ هذا صعب كتير، لأنه لازم واحد يعيش ببلدنا تيقدر يحسوا بهالشيء. بس نجحت في أنه طلعت يمكن شيء 300 تلميذة بروفيسيونال، يعني يمارسوا هالرقص، وفي قلك انه احلى، يمكن احلى واشيك من بعض رقصات عنا هون ببلدنا. وطلعت شيء 15 او اكثر بروفيسوريه اللي هم صاروا ياخذوا مني ويعطوا، لانه انا طبعا كنت اروح هناك اقعد 3 اشهر كل سنه اقدم لهم رقصات وأرجع أسافر، بقى هم كانوا يكفوا عني. الشيء اللي عجبني مثلا من الأمريكان كانوا بدهم يعرفوا الرقصة إمتى خلقت، ليش خلقت، بأي تاريخ، لأنه أما رحت هنيك ولقيتهم عم بيقولوا عن الرقص الشرقي إنه بالي دانس، صرت أخنقهم أنا إنه إحنا ما بنرقص بالبطن، يعني إحنا بالإحساس بالجسم بكل شيء. صرت فسرهم انه الرقص الشرقي من اغنى رقص بالعالم، يعني فينا نعطي شيء 100 رقصة، مش الرقص الشرقي اللي هم شافوهم بالافلام المصرية اللي بتعطي نظرة ما بتسوى عن الرقاصة، او مثلا اللي بيشوفوهم بالكباريهات اللي هو رقص التجاري. لا، الرقص الشرقي هو رقص قدرت، يعني أنا فخورة من حالي إنه قدرت وصله بالمهرجانات بالعالم، يعني بالأوبرا تبع فيينا نادية جمال قدرت توصل بهالمستوى إنه الرقص الشرقي رقص تاريخي.
بقى صرت أعلمهم مثلاً إنه الرقصة البدوية مش رقصة عادية مثل ما أنتوا بتفتكروا، البدوي في البدوي، الرحال في النوري، في الغوازي، بعدين الرقص الشرقي في أيام العباسيين، في أيام الرقص البشوات، في أيام التطور اللي صار. والحمد لله قدرت أوصل إنه شيل كلمة بيلي دانس، هذا يعني أنا الشيء اللي انبسطت فيه. وطبعا من بعد ما عملت يعني صارت الوركشوب والمدرسة اللي عملتها بأمريكا صار لها هلا يمكن 10 سنين، رجعت بلبنان طبعا مثل ما انت عارفة جمهوري بلبنان أو المعجبين فيا هون إنه سمعوا وأخذوا على خاطرهم إنه كيف بلبنان نادية جمال ما بتعطيهم ما بتعلمهم. قمت كمان من شيء 3 سنين كمان اتعاونت أنا وجورجيت جبارة بالمدرسة، هي المدرسة بالي لكل ليبانيز تبع البالي، هي إلى الكلاسيكي وأنا إلي الفرع الشرقي، وصار لي 3 سنين وعم بيزيدوا تلاميذي بلبنان. وفي قلك إنه تلاميذي إن كان هون أو بأمريكا ببلشوا من 15 سنة لل75، بيجوا اولا تيتثقفوا عن شو هو الرقص الشرقي، مش انه عم بيجوا يرقصوا مثلا يروحوا يرقصوا بكباريه او بمسرح او كذا، لا عم بيجوا تيشوفوا طيب ايش معنى نادية جمال اما بنشوفها غير عن اي فنانه تانية، شو السر؟ السر هو انه لازم واحد يتثقف. بقى هم هلا عم بيجوا مثل ما بيقولوا بار كوريوزيتي، انه طيب وصلت لهالمستوى ليش؟ طبعا اما بيشوفوا كيف عم بعلمهم الرقص الشرقي، قبل ما اعلمهم يرقصوا بعلمهم التاريخ، انه في إلنا تاريخ، بقى بينبسطوا وبيقدروا اكثر. هلا صفة اللي بيروحوا بيتفرجوا على رقاصة أو بيتفرجوا على أي حدا بيرقص بيقولوا هادي إلى مستوى، هادي ما في مستوى، هادي تجارة، يعني عم تعملها تجارة الرقص الشرقي، هادي لا فنانة أصلية. صفيت الحمد لله الشيء اللي أنا كنت حابة أوصل له أظني وصلت له، وهذا أظن رضا مثل ما بيقولوا رضا الأهل ورضا الله، يعني مش إنه أنا عملت شيء من عندي. وكمان لأنه فتحنا موضوع المدرسة وهيك عملت أنا طبعا بعد ما نزل على السوق كتاب مش تعلم الرأس، لأنه ما فيك تتعلمي الرأس من كتاب أو من الفيديو. في ناس كتير بيسألوني سؤال، ست نادية ليش ما بتعملنا فيديو حتى نتعلم، ليش ما بتعملنا كتاب مثلا تقول لنا الخطوات وكذا. أنا نصيحتي إنه لا تشتروا فيديو حتى تتعلموا أي رأس إن كان، أو تشتروا كتاب حتى تتعلموا رأس، لا تشتروا كتاب حتى تتثقفوا، تشتروا فيديو حتى تشوفوا استعراضات تتثقفوا كمان بالفن. بس تتعلموا ما فيك تتعلمي من فيديو أو من كتاب. أنا الكتاب اللي عملته كتبته كتاب عن نادية جمال اسمه تراث الرقص الشرقي، تاريخ الرقص الشرقي. وبنفس الكتاب في حياة نادية جمال من وقت ما بلشت اللي وصلته مثلا، شو الصعوبات اللي لقيتها بحياتها، شو الحروبات اللي حربوها الفنانين، كيف نجحت، هل نادية جمال تجارية بفنة أو بتحب الفن، كل هذا كتبته. يعني بتشوفي هالكتاب بتشوفي نادية جمال الوجه الفني وحياتها الشخصية، وبتشوفي كمان التاريخ رأس الشرقي، وبتشوفي بنفس الوقت الكريتكس الاشياء اللي كتبوها الصحف بالعالم كله شو كتبوا عن نادية جمال.
لأنه أظني أنا هالشي بدي أتركه مثل ما بيقولوا شيل المستقبل من بعد ما موت، إنه بيقدروا يقروا ويتثقفوا من هالشي. مدام نادية، مين بيشجعك بمشوارك الفني الطويل من مدرسة لرقص لنشاط لكتب؟ شوفي، بالأول الله يرحمها أمي شجعتني كتير، وكانت هي أكتر الوقت ترافقني بحياتي الفنية بالمدارس بكل شيء. مثل ما بيقولوا واحد بيتعلم. بعدين طبعا أما توفت أمي وتجوزت وتطلقت وكذا، مثل ما بيقولوا الحياة هي أكبر مدرسة. وطبعا هلأ عم بكافح من اللي شفته بالماضي. صعب كتير إنه واحد يشجعك، أو بالأسف مثل ما بنقول بالأول كان مليون مرة أحسن، لأنه كان الفن للفن، كان صحيح في غيرة بس كان في بين فنانين يساعدوا بعض. هلأ صار العكس، إذا بيشوفوا فنان ناجح بيجربوا يقتلوه يخنقوه. بقى أنا اللي بشجعني تأحكيك بكل صراحة، يمكن أنا بنفسي يعني بضل فكر، بضل شوف، بسافر، وأظن العلم اللي تعلمته بكفيني تقدر أكفي بعد. مدام نادية، ممكن نعرف وين صرتي بعالم التمثيل، وليش تخليتي شوي عن التمثيل؟ لأنه مرق مدي مثلتي بفتكر عدة أفلام، وما عدنا شفناكي بأفلام جديدة، بندر نعرف شو السبب؟ طبعا أما بلشت بالأفلام، أول فيلم إلي كان عمري 9 سنين. بعدين صرت أعمل أفلام كتير، وآخر فيلم بمصر كان مع الله يرحمه فريد الأطرش، إزاي أنساك. وبعدين عملت أفلام كتير بلبنان، مشتركة بين مصر وسوريا ولبنان، ورجعنا عملنا أفلام بإيران مشتركة مع لبنان كمان، وعملت أفلام هندية، ورجعت عملت فيلمين اتصوروا، واحد اتصور هون بلبنان أمريكاني، وفيلم عملته بإسبانيا كمان أمريكاني اسمه مارتش أور داي مع ستيوارت جرانجر، وهون الفيلم الأمريكاني كان اسمه 24 hour to kill. ومثلت بتركيا، يعني عملالي أنا شيء يمكن أكثر من 50 فيلم. وطبعا بالتلفزيون كنا نعمل استعراضات، هذا كله قبل الحوادث، أفلام يعني بالتلفزيون استعراضية، ويكون في تمثيل وكوميدي وهيك. بعدين لقيت إنه بلشوا الأفلام يعطوا نظرة كتير غلط عن الرقاصة، بلشوا إنه إغراء وما إغراء، وبقى انسحبت أنا، لأنه أنا أما بلشت بهالوسط الفني بلشت كرسالة، يعني إنه أحنا الفن منه شيء مثل ما بيقولوا تافه، لا، الفن مش مين مكان ممكن يكون فنان. بقى أما لقيت إنه بلشوا يجيبوا لي الأدوار إنه سكسي وإغراء، ولازم مثلا طلق فلان من مرته، ولازم أسرق مصاري منها. لا أنا قلت هذا مش فن، يعني مش رأس، يعني إذا بيعطوني مثلا أفلام استعراضية ما في مانع، بس إذا شيء تافه بطلت. بقى الحقيقة انسحبت من الأفلام على أساس فضلت إنه أعمل استعراضات، سافر، أبرم العالم، وأكون قريب للجمهور، لأنه صار مثل تحدي إنه بدك توصلي هالرسالة. يعني أما أنا بكون على مسرح برقص، الرقصة معنتها هالرقصة شو هي؟ يعني هل ممكن الجمهور اللي بالصالة يحس الشيء اللي أنا بحسه؟ فضلت هالشيء ونجحت فيه. بقى أظني واضح يعني إنه حظنا إنك
خلال حديثك في كلمات انجليزي وفرنسي، ممكن نعرف كم لغة بتحكي ست نادية؟ انا عم بحكي 7 لغات طبعا، لانه الماما كانت نمساوية والبابا كان يوناني من مصر، يعني من انا من مواليد مصر، والمدرسة فرنسوية، وتعلمت انجليزي وبعدين اسبانيولي، ويعني 7 لغات والماني اللي بدك اياه. مدام نادية، شو السلبيات اللي تركتها الحرب بلبنان عملك الفني؟ شوفي، بالنسبة الحرب أثرت كتير الحقيقة، يعني أنا جوا قلبيا مأثرة كتير، لأنه بالنسبة للبنان كانت البلد اللي تودي من هون الفن، الثقافة، الشياكة، الغنى، الحلا، شو بدي اقول لك يعني. اما انا نقيت لبنان لانه مثل ما فهمتك انه انا من مواليد مصر وعملت بلشت فن بمصر، اما حبيت انه غير مثلا واجي مثلا لاقي بلد تانية، استغربوا كلهم انه ليش ما نقيت مثلا اليونان، او مثلا ما نقيت اوروبا، ليش لبنان؟ لانه لقيت لبنان بلد غريبه، كانت تعاطينا كتير الحقيقة من كل شيء، من الثقافة ومن الفن ومن الشياكة. بقى أما صارت الحرب ما حدا نفكر بهالشي. اتأثرت كتير لأنه مثل ما بيقولوا الدمار اللي صار، مش إنه بس صار دمار بيوت ودمار طرقات ودمار وناس ماتوا، لا، الحرب أثرت لأنه صار في دمار بالفن، دمار بالعلم، دمار بالأخلاق، دمار بكل شيء. هذا اللي أثر فيها. بس بعدني مثل ما بيقولوا صمتة وقاعدة بهالبلد تشوف أخرتها يعني. بس الحقيقة مثل ما بقولك ما تركت لبنان وضليت أعطي للبنان حتى بوقت الحوادث. هلا السنة دي خففت شوية طبعا شغلي هون لأنه عم سافر كتير، بس بالنسبة أنا كنت بالأول يجوا يتفرجوا علي من كل لبنان، يجوا يشوفوا نادية جمال، كانت أيام الفينيسيا تحت بالبلد، ضليت 11 سنة هونيك، يجوا يشوفوا نادية جمال هونيك إنه شو عم تعطي، كل مثلا شهرين ثلاثة أعطيهم شيء جديد وهيك. أما صارت الحرب هذا ضليت أنا 6 سنين ما أقدر أشتغل محل ولا أقدر أتفاهم مع ناس، يعني ما بالآخر قلت لا، ليش إذا الكبار والسياسيين بدهم يخربوا هالبلد ويقسموها، لأنه لبنان طول عمره مسيحي ومسلم ودرزي وكذا، نتقابل مع بعض ونعيش مع بعض، ليش يقسموا هالبلد؟ قلت لا، بدل ما هم مش قادرين يجوا لعندي، فأنا بلش أعمل استعراضات وأنا روح لعندهم، لأنه الفن ما إله حدود، ولا إله حدود، ولا إله دين، ولا إله ملة، الفن للكل. بقى صرت أنا أروح عجنو، بروح على الشمال، أروح على الغربية، على الشرقية، على الجبل، أعمل هالاستعراضات وهيك. بقى صحيح إنه أثر في الحرب، بس بعدني مثل ما بيقولوا صمتة. هل يختلف جمهور الرقص من بلد لآخر؟ أكيد 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 أكيد. بدك تعطي هو الفنان الذكي إنه يعرف من أول نظرة شو هو جمهوره، مثلا شو بده هالجمهور. في ناس كتير راحوا مثلا على أمريكا، كتير من الراقصات القدام يعني راحوا على أمريكا قبل مني، فشلوا. أنا ضليت 8 سنين بأوروبا، سافرت ورحت على أمريكا وكذا. هلأ حتى ببلاد العربية هون يختلف الجمهور، الجمهور اللبناني مخلوط. ليه؟ بيسافر كتير الجمهور اللبناني، بيسافر على أوروبا على أمريكا وهيك، بقى فيك تعطيه بيستوعب. بتروحي على غير بلدان عربية
محدودين لأنه ما بيسافروا مثل اللبناني. بدك تعطيهم على حسب هم شو بدهم. بتروحي على أوروبا، جمهور الأوروبي مثلا الفرنساوي التلياني النمساوي، كمان ما فيك تعطيه مثلا ساعتين برنامج بمل ما بين إذا رحتي مثلا على سوريا أو على الخليج أو كذا. إذا ما عطيتيهم ثلاث ساعات برنامج أربع ساعات برنامج بيقولوا لك يي شو بخيلة وما فيها تعطي، ما فيها تعطي. بس إذا رحتي على أوروبا وعطيتيهم أربع ساعات بيقولوا لك مملة، بقى بدك تعطيهم على حسب. أمريكا كمان يختلف، لأنه أمريكا في منهم مغتربين في منهم أمريكان. هلأ أما بيكون الجمهور أكتريتهم من المغتربين اللي راحوا وعاشوا بأمريكا صار لهم 30 سنة، بدك تعطيهم مثل ما بتعطي بلبنان. والأمريكان إذا بدك تعطيهم بدك تعطيهم على حسب مخهم، على حسب مثلا مثل أوروبا. بقى طبعا بيختلف كتير. ما هي مشاريعك الفنية بالمستقبل القريب؟ عندك شي مشاريع جديدة بدك تقدميها؟ سفر؟ أكيد أكيد، لغاية أنه مثل ما بيقولوا الفنان له عمر له حدود. طبعا نادية جمال وصلت هلا لمرحلة شوية مثل ما بيقولوا أنه منا ولد ولا عجوز بين الاثنين بقى طبعا هلا انا الشيء اللي عم بعمله عم سافر كتير، عم يعني مثل ما بيقولوا عم بودع السنين القريبه اللي ناديه جمال بدها تترك، وبنفس الوقت عم بربي تلاميذ جداد، يعني عم بربي جيل جديد يكفي هالرساله. عندي هلا طبعا مسرحيات بدي اعملها، عندي استعراضات جديدة، في عندي مشروع جديد مع الـ شو بيقولوا الثقافة الفرنسوية، وزارة الثقافة بفرنسا. بدي أعمل كاسيتات فيديو، لأنه أما شافوا كذا رقصات إلي وكذا استعراض اللي استغربوا إنه ليش ما عملت لغاية هلا إشياء للبيع، يعني فيديوهات. أنا ضد هالإشياء التجارية. أنا أما بدي أعمل فيديوهات تتبرم العالم كله بدي أعملها فيديو فني ثقافي. بقى إن شاء الله بدي أعمل لي شيء 12 كاسات فيديو رقصات متنوعة استعراضات، حتى يشوفوا انه الرقص الشرقي ممكن يعطي كتير. وطبعا في اسطوانه جديده هلا نزلت بالسوق، الحان معموله خاصه الي لناديه جمال، مثل ما في ناس كتير بيعرفوا ان كان بامريكا وان كان باوروبا وبلاد العربيه انه انا برقص رقصات الي خاصه، يعني بجيب الملحن بيقعد معايا بعمل قصه، بيعمل الموسيقى على حسب الرقصة، ومثلا بسميها في رقصة الغوازي، في عندي رقصة الزار اللي هي نزلة جديد، رقص شرقي أيام العباسيين. يعني بقى كمان هذا من النوع العلم كمان لل كمان بطارية. ما رأيك بالرقصات اليوم؟ اللي بيرقصوا اليوم مثلا رقصات بتطلع رقصات. اوكي. الصاعدين الجيل الصاعد. ما رأي السيدة نادية جمال بالراقصات اليوم اللي عم يطلعوا على المسرح ويقدموا رقص ما بعرف كيف؟ يعني يمكن جوابي بده يصير شوية كاريكاتورية يعني، بس ما بعرف. طبعا في منهم كتير كتير بيرقصوا حلو، بس ما عم بينزلوا على الملاهي. يعني هدول اللي بيجوا بيتعلموا عندي واللي بيجوا مثلا يتعلموا الشيء على أصول ناطرين تا يصير في
مسرح تيقدروا يقدموا هالفن. في منهم كتير عم بيطلعوا بمصر بيرقصوا حل، بس ما بي ال 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 اللي حواليهم مثل ما بنقول ما بيعطوهم هالفرصة يبينوا. أنا بالنسبة إلي دايما بقول إنه في الراقصة، الراقصة اللي هي الفيدات اللي هلا ما بقى في منهم، اللي هم الراقصة، في الرقاصة اللي هي أكترية يعني اللي بيشتغلوا بالملاهي، بس هلا ضفت عليهم وقت الحرب اللي بتترقص اللي هي التجارية، يعني بتطلع على المسرح ما بتعرف شو بدها تعمل، بس المهم تبين جسمها، بتترقص وبتعمل مصاري. هلا احنا بالنسبة لنا كفنانين قدام مش عم نرقص، يعني ما عم بحكي انا بس عن الرقص لا، بس كمان في مثلا المطربين طالعين بالجملة بالكيلو، اللي بيغنوا بالكيلو، اللي بيرقصوا بالكيلو، صاروا تجار الفن. اما بدنا نحكي عن الفنان الاصلي يمكن بعد كذا سنة بنصير نبرغلهم مثل ما بيقولوا وبيضلوا المناح، بس هلا الوضع اللي احنا فيه ما في كتير، يعني ما فيش، في بعد هدول اللي كانوا زمان، يعني بعد في مثلا سهير زكي فنانة كبيرة، في عندك نجوى فؤاد، هدول اللي فينا نحكي عنهم، يعني في عبدو، هدول بس ما بيكفوا، ما بيكفوا، لأنه أنا بعرف أما أنا طلعت بالفن كان في 50 فنانة بترقص وكلهم كانوا راقصات، ولا بيترقصوا ولا الحقيقة، يعني أنا بقلك هالشي وبقلبي في حزن، لأنه حرام الرقص الشرقي يموت، حرام. مشان هيك يمكن عم بتشوفيني إنه عم بتعب، عم بجرب طلع تلاميذ، بس على طول بس طلع واحدة مثلا بتكون منيحة بعطيها نصيحة إنه ما تمشي بالطريق الغلط، بتركها شهرين ثلاثة بلاقيها أخذت غير طريق، صار تجارية، تطلع بتبين سنة وبترجع تنطفي. الفنان الأصلي اللي بيداين، اللي بيداين مش تا يعمل مصاري، اللي بيداين كذا سنين على المسرح، مثلا أم كلثوم كان عمرها 70 سنة أو أكتر ماتت وهي بعد عم بتغني، فريد الأطرش كذلك، مين بدي قلك عبد الحليم حافظ، يعني ضلوا، يعني بتحكي عن فنان بتقولي صار له 40 سنة بهالمصلحة، صار له 50 سنة على المسرح، هدول اللي اسمهم فنانين. بس الفنان اللي بيطلع مثل أنين تل 7 أب سنة وبيرجع بينطفي، هذا ما اسمه فنان بالأسف. يعني كيف بتعيش نادية جمال حياتها العادية بعيدة عن الأضواء؟ وهل حياتها الشهرة إلى ثمن معين؟ أكيد الفنان بيدفع ثمن، يعني مثل ما بيقولوا ضريبة، يعني إذا واحد بده يطلع برات بيته بده يروح يتعشى أو يروح على سينما أو ما عنده حل، حرية خصوصا ببلادنا إحنا بلاد العربية، الفنان ما إله حريته برات بيته، ما بين أما بسافر على أوروبا على أمريكا وهيك في أتجول أروح أشتري أعمل، يعني في إلي حرية. مثلا بتعرفوا أنه بأمريكا الفنان بينزل بيشتري بتبضع هيك، هون أنه لا غريبة. طبعا هذا تمن اللي لازم يدفعه الفنان، بس في شيء أنا حياتي الخاصة ويمكن الناس بيحبوني أو بيقدروني أكتر لأنه حياتي الخاصة كتير طبيعية، مثلا بحب رتب البيت، بحب أطبخ، بحب أعزم مثلا أصحابي، أظهر أعمل بيكنيك يعني بالبرية، حتستغربي بس أنا بحب أروح أشتري غراض بإيدي أنا، مثلا أروح على السوبر ماركت، أروح أشتري الخضرة، نقي، مشان هيك بحب أكون قريبة للناس.
أعرف مثلاً أما بدي روح أشتري أنا خضرة وبلاقي اللي حوالي هيك أهلاً بست نادية كيفك شو أخبارك وكذا، وبيسألوني مثلاً شفناك مبارح بالتلفزيون كنت بتجنني، في منهم بيقولولي مثلاً ست نادية كنت شوية نصحة، باخد رأيهم. فهمت علي؟ مثلاً الرقصة هذا عجبتني الرقصة هذا ما عجبتني، لازم تكوني مع الشعب لأنه الشعب اللي بنجح فنان والشعب اللي بفشل فنان. بقى أنا ببيتي بسمع موسيقى، بحب أكتب كتير، بصمم مثلاً رقصاتي، بصمم تيابي أنا مثلاً عندي خياط، بس بحب أنه أعطي كمان تصميم يعني مرات، بحب الجيران بس ما بحب ضيع وقتي يعني طق حناك وفنجان قهوة على الصبح ما عندي. شاهدتك بعدة مقابلات تلفزيونية وإذاعية وأعجبت فيك بصراحة عن أعطاء رأيك بحياة الفنانة الخاصة وشو الأسباب اللي بتعود بتأدي للفشل عادة يعني ما عادة يعني. بحب أسمع منك يعني شو السبب بفشله بفشل يعني أو بتفشيل حياة الفنان ماما في التلفزيون وبالإذاعة، وأعجبت برأيك الصريح بفشل حياته الخاصة إلى حد ما للفنان وشو سببه بيكون. أولاً الفنان أنت عارفة أنه منه ملك إنسان واحد، ملك الجمهور طبعاً، أما ببل يعني بيصير في مثلاً معرفة مع شخص وبيتجوزوا طبعاً الشخص هذا أما بيتعرف على هالفنانة مثلاً مثلي بيتعرف عليها بيتعرف عليها من خلال فنة وقبل فيها كفنانة. هلأ أما بيتجوزوا بيعيشوا أول سنين منيح وتاني سنة وثالث سنة، بس الفنانة بنظر الجمهور حتى إذا تركت الفن إذا بدها تظهر عند أصحابها أو بدها تظهر بشي محل تتعشى أو تتغدى على طول بدل ما يقولوا أهلا بالأستاذ بيقولوا أهلا بالمدام فلان مثلا، أهلا بست نادية أو أهلا بست صباح أو أهلا بست سميرة مثلا، ليش ما بيقولوا أهلا بجوزها؟ لأنه لا يمكن الفنان ينسوه لأنه الفنان بيعطي، والعطاء هذا لا يمكن الجمهور ينسى الشعب ينسى. هذا أول شيء. ثاني شيء ال- 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 الرجل ما بيفكر إنه هل فنان إن كان رجل أو ست، إحنا هلا بنحكي عن كندية جمال، إنه هل فنانة اللي طول حياتها مليان يعني فن وحب من الجمهور وزائف أما بتنجح بشي عمل والإضاءة على طول حدة يعني قدامها والناس اللي حواليها وهذا، أما بتتجوز بتضل مع إنسان لازم هالإنسان يعبي لها هالفراغ. بس المشكل إنه هالإنسان خصوصا إحنا ببلادنا بلاد العربية في عنده مثل ما بيقولوا غيرة إنه هو الرجال هو لازم يكون كل شيء، المرأة عنصر ضعيف. بالعكس لازم يكون في تعاون، لازم يكون في حب، لازم يكون في احترام. مثل ما هو رجال وناجح بعمله كمان هالمرأة ناجحة ببيتها، مش عم بنقول عن الفن لأنه أما بوحدة بتترك فنها وقاعدة ببيتها كمان هي ناجحة ببيتها يعني بتربي ولادها أو هالبيت اللي فتحته لهالرجال لازم هو يقدر هالشي. بس الرجال أناني، هلا يزعلوا ما يزعلوا ما بهمني بس الرجال أناني، والمشكل إنه إحنا ما فينا نعيش بدونهم. هذا المشكل. بقى هذا مش اسمه فشل لأنه بيصير إن كان مثلا فنانة تجوزت إنسان
مش انه فشل يعني. لا وكمان اذا مثلا فنان اتجوز مرة، احنا بنشوف لانه احنا الفنانين دايما بالضوء، يعني احنا اللي بنبين اذا فنانة طلقت ياي طلقت، اذا سحبت ياي سحبت، اذا اتخنقت هي وجوزها ياي اتخنقت هي وجوزها. طب ايش معنى ما في كتير ستات بيوت يعني شخصيات ملوك؟ ما كمان الملوك عم بيتخانقوا، ما بيتخانق ملك مع مرته، ما مثلا نايب متجوز ما بيتخانق مع مرته. طب ايش معنى احنا الفنانين فاشلين وهم مثلا اذا اتطلقوا او صحبوا؟ هذا مش كخة بس احنا كخة، لا قولي مش بس بالفن بس كمان في فشل بأي بيت يعني، وفي نجاح بأي بيت. هلأ انت بتقولي لي مثلا نادية جمال تجوزت كذا مرة وطلقت، مش معناتها انه فشلت، لا، لانه انا ببيتي وفي اصحابي وفي جيراني وكذا كانوا عم بيقولوا نادية جمال ست بيت وتركت كذا سنة يعني تضل مع يعني اعمل وجباتي ببيتي. لقيت انه الانسان اللي كان قدامي مغرور شايف حاله، ليه؟ لانه متجوز نادية جمال، وهذا غلط، هذا غلط. بس ما عم بقول لك انا هلا في كتير عم بيسالوني مثلا يا ست نادية يعني اذا رجعتي شفتي انسان وحبيتي بترجعي تتجوزي؟ ما في مانع، برجع بتجوز. وهلا بكل صراحه انا ما في عيش بلا حب، لانه لازمنا نحب انسان وانسان يحبنا حتى نقدر نعطي، لانه اذا ما في حب وما في عاطفه معناتها بنصير حيوانات بلا احساس. بقى انا مرقت بتجربه كتير تجربات، ماني ندمانه، العمر قدامي، بنرجع بنجرب كمان، إذا فشلنا بنكون فشلنا، معلش بس بنجرب. ست نادية بدي كلمة أخيرة منك للجالية اللبنانية بأمريكا، شو بتقولي لهم؟ يقبروني. شو بدي أقول لهم؟ أنه الحقيقة أنا من كذا سنة إجوا هون مغتربين من أمريكا ومن البرازيل ومن أوروبا، كلهم إجوا لهون وقلبي كان هيك يعني شو بدي قلك. بقى بتمنى إنه كمان أجي على أمريكا، مثل ما قلت أنا ماني تجارية تروح أعمل مصاري، لا بدي روح تشوفهم وأعمل لهم حفلات ورجعهم على الأيام الحلوة، وأنا أرجع حس إنه في بعد جمهوري موجود، لأنه بالنسبة للجيل الجديد ما عنده هالعطفة مثل الجيل القديم. والشيء الوحيد اللي بقول لهم إن شاء الله تروق الحالة بلبنان ويرجعوا لنا أو إحنا بنروح لهم، ما عندي أي مانع إنه أخذ هالطيارة وأعمل كذا كيلومتر تروح شوفهم، وبنفس الوقت إذا هم بيجوا بيكونوا أحسن كمان حتى يرجعوا يخلوا هاللبنان مثل ما كانت أرزة تكبر. مرسي مدام نادية على الحديث الحلو الشيق. مرسي إليك اللي عطيتينا هالفرصة، وسلم عليهم وإن شاء الله نشوفهم بألف خير ومرسي. إلهام حاج من منزل السيدة نادية جمال بالحد. Thank you.
شو عملت فينا؟ ايه؟ قال لأنه أما رحنا هونيك على أساس إنه صباح نادية جمال نفس العمي اللي سيدي وكل شيء بالنسبة لبنان. شو لقيت فيه؟ بالنسبة لنا